بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كيف الحال وكيف الصحة وكيف المعنويات وكيف المحاضرات السابقة؟ إن شاء الله مستيرينها وأمورها زي العسل. الأسبوع هذا ضغط، حنشرح فيه محاضرتين اللي هو شرحنا فيه اليورينري، وراح نشرح فيه اليوم إن شاء الله اللي هو السكيليتال سيستم، ماسكول سكيليتال هو MSS. فحيكون شوي ضغط، أتوقع هنزل المحاضرة هاي بتو فيديوز، خنشوف حسب والله. إذا شفت الفيديو الأول كميته قليلة بكمل تكملة المحاضرة عليه، لو كانت كميته كبيرة لا بفصلهم الاثنين. قبل ما نبدأ ونبدأ في المحاضرة، زي ما احنا متعودين ناخد كوت كوت اليوم إن شاء الله. بداية السنة الجديدة، كل عام وانتم بخير. اللي هو النجاح ليس إنجازا بقدر ما هو الاستمرار في الإنجاز. فهذا كوت الواحد نبدأ فيه السنة الجديدة مع الكوت اللي أخذناه في محاضرة اليورينري اللي كانت بداية السنة اللي هي 1-1. ويا رب تكون سنة خير ويكون كلها إنجاز وكلها همة عالية ومعنويات مرفوعة. نحكي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في الماسكولو سكيليتال سيستم. من اسمها كلمة ماسكولو، أول إشي إحنا بالترمينولوجي لما نيجي نفصل بنفصل عند حرف الأو، فوين حرف الأو؟ الأو هي عندها أنا، فبنفصل فصفت عند هاي الميديكال تيرم مكون من two parts. ماسكولو معناها عضلة، وسكيليتا سكيليتو معناها هيكل اللي هو العظم، وAL يعني يعود إلى، وسيستم يعني جهاز أو منظومة مكونة من عدة أعضاء مع بعض بنسميها جهاز. فهو الجهاز العضلي الماسكولو والهيكلي اللي هو العظام. زي ما احنا بنعرف أحمد صالح 6th year medical student، والإيميل ورقم التليفون. هنبدأ في السكيليتال سيستم. السكيليتال سيستم اللي هو العظام تبعت الجسم، شو وظيفة العظام؟ بكل بساطة لما نعرف وين أماكن العظام هنعرف شو الوظيفة تبعتها. فمثلا في عنا من ضمن العظام القفص الصدري، فهنحكي انه القفص الصدري بيحمي الرئة، بيحمي القلب، بيحمي الشرايين والأوردة الرئيسية اللي بتدخل وبتطلع من القلب. فأول وظيفة protection، تمام. لما أنا أجي أسوي بإيدي رايح وجاي بحيث انه أسوي إيماءات وتفهموا علي وأوصل المعلومة بطريقة أفضل، فأنا كأني قاعد بحرك عضلات، والعضلات عشان تتحرك لازم العظام، أو عشان العظام تتحرك بلزمنا عضلات، فattachment of the muscle بتوفرها العظام. الشغلة الثالثة، الهيكل اللي أنا عليه اللي أنا قاعد فيه، الإطار تبع جسمي، إنه ليش إيدي موجودات على الكتف، ليش مش تحت رجلي، ليش طلعت من الحوض، والشغلات هاي، وراسي كمان فوق ومش وثابت. هذا الفريم وورك تبع الجسم تبعي مين المسؤول عنه؟ العظام، تمام. نيجي هسا على العظام من جواها، من شو مكونة؟ مكونة من معادن. زي شو؟ تحكي لي كالسيوم، احكي لك اه. تحكي لي فوسفيت، احكي لك اه. تحكي لي معادن ثانية زي الهيدروجين أي معادن ثقيلة الواحد بتعرض لها في حياته بتتخزن في العظام، هقول لك اه. فصفت storage of minerals. آخر إشي لما ندخل جوا العظام حنلاقي فيها فراغ. خليني أقرب لكم الصورة. لما الواحد يأكل طبخة فيها لحمة قطع فيها عظم، يعني لو عند جدتك وجدك شو راح يصير؟ يأخذ هاي العظمة ويصير يضرب فيها في المعلقة عشان يطلع اللي هو بيحكوله مخ العظمة. هذا هو عبارة عن البون مارو، نخاع العظم. شو الوظيفة تبعته؟ مكون من خلايا جذعية ستيم سيلز، هناخدها إن شاء الله في محاضرات السل لقدام إن شاء الله في السنة هاي. هنعرف إنه الستيم سيل بتتخصص لخلايا بالجسمنا حسب المكان اللي هي موجودة فيه. فالخلايا الجذعية الموجودة داخل نخاع العظم تتمايز إلى خلايا الدم. خلايا الدم ممكن تكون خلايا دم حمراء، خلايا مناعية، الخلايا البيضاء، صفائح دموية وغيرها. فصفى عندي production of blood cells في عملية بنسميها hematopoiesis، هاي بتصير داخل العظام.
هن هدول الوظائف اللي احنا حكينا عنهم، بتسوي سبورت وفريم وورك، بتسوي بروتكشن للانترنال اورجن وحكينا مثال عليها القفص الصدري، واماكن ارتباط العضلات عشان تقدر تحركنا ونقدر نمشي. مثلا احنا بنمشي من العضلات، بس عشان العضلات تقوم بوظيفتها بلزمها اماكن ارتباط اللي هي العظام، وبتتحرك على مكان بنسميه جوينت اللي هو مفصل، وتكوين خلايا الدم المختلفة، وتخزين المعادن من ضمنها الكالسيوم الفوسفيت وأي هيفي ماتيريالز الواحد بيتعرض لها في حياته. تمام. السكيليتال سيستم زي أي عضو آخر مكون من أورجنز اللي هو البون. تمام. هدول العظام لما نيجي نعدهم، عظمة اثنتين ثلاثة، بهاي إصبعي هذا في ثلاث عظمات، وهنا كمان ثلاثة، وهنا ثلاث. لما نيجي نعدهم كلهم بكل عظام الجسم هنلاقيهم 206 عظمات. أوكي. هدول ال 206 عظمات بما انهم نسيج او عضو مكون من نسيج، والنسيج مكون من خلايا، والخليه بدها اكسجين وبدها مواد غذائيه نيوترينز، وبدها تتخلص من الفضلات وثاني اكسيد الكربون. فصفى العظام لازم نوفر لها بلاد سبلاي، لازم نوفر لها نيرف عشان نحس، لازم نوفر لها نظام ليمفاوي عشان اي سوائل زايدة راحت على النسيج نقدر نتخلص منه وما يصير في عنا تجمع للسوائل والخلايا تتباعد عن بعضها. كل هدول بلزموني. تمام. وزي ما احنا حكينا انه العظام داخلها ستيم سيلز بنسميها البون مارو، نخاع العظم. نخاع العظم بما انه بيكون خلايا الدم، فبنتوقع انه نخاع العظم شو يكون لونه؟ احمر. طب هتحكي لي ليش احمر؟ هحكي لك انه أكثر عدد خلايا موجود في الدم تبعي اللي هو خلايا الدم الحمراء. هنجيها أخذناها أتوقع إنه عدد خلايا الدم الحمراء بالنساء خلينا نحكي من 4.5 ل 5 مليون، وبالرجال من 5 مليون ل 5.5 مليون، بينما خلايا الدم البيضاء من 11 ل من 4 ل 11 ألف، الصفائح الدموية 250 ل 450 ألف. فصفت عدد الصفائح الدموية والخلايا الدم البيضاء مقارنة بالحمراء قليل، هذلك بالملايين الحمراء والباقي بالألفات. والخلايا الدم الحمراء كل خلية تحتوي على حديد لأنه فيها هيموغلوبين وبده يحمل أكسجين، والحديد حكينا وين ما يكون بصبغ أحمر، فلهيك بنلاقي إنه البون مارو شو لونه؟ أحمر. تمام. خلينا ناخذ الشغلة لما الواحد يكبر في العمر. لما الواحد يكبر في العمر الحاجة لخلايا الدم الحمراء بتقل. شو معنى هذا؟ شو بدك تحكي لي يا أحمد؟ كأني بدي أحكي لك إنه تصنيع خلايا الدم الحمراء بده يقل، فبتحول البون مارو من خلايا جذعية كامل إلى جزء منه فايبرز ألياف وجزء منه خلايا جذعية. والخلايا الجذعية ممكن يصير لها تمايز ويصير لها خلايا دهنية، ويصير نخاع العظم مكون من دهون وكمية قليلة من خلايا جذعية، فلهيك بيصير إشي اسمه يلو بون مارو. فالواحد كل ما تقدم في العمر بتحول من ريد ليلو، ولو وصل مرحلة انه يلو وتعرض لستريس نزيف او اي اشي اتطلب انه الخلايا الجذعية تشتغل اكثر راح يرجع ريد مرة ثانية. تمام. زي ما احنا حكينا العملية اللي بتصير عملية اسمها هيماتوبويسيس، كلمة بويسيس يعني تصنيع وهيماتو يعني دم، فعملية تصنيع خلايا الدم بتصير بعملية بنسميها هيماتوبويسيس. تمام. كل عظمتين، هاي العظمة هاي مثلا تبعت الساعد وعظمة الارم، في ما بينهم حيكون في ان ارتباط، اماكن ارتباط عظمتين مع بعضهم البعض بنسميه جوينت، مفصل. فplace where two bone meet together بنسميه joint، بنسميه articulation. فكلمة articulation أو joint مصطلح بيشير إلى مكان تمفصل العظام. طب شو الهدف منه؟ أقدر أحرك. تمام. نيجي هسة على العظام. بما أنه العظام 206 عظمات فهم كثار، فإحنا بالطب عشان نسهل علينا دراسة أي إشي كبير بنقسم. بما أنه 206 عظمات خلينا نقسمهم حسب الشكل. في ناس في دكاترة صار يحكوا لك يا عمي شو رأيك نقسمهم حسب الشكل، لو كان الطول بيساوي العرض بنسميها شورت أو بنسميها كيوبويدال بون، لو كان طولها أكثر من العرض بنسميها العظم الطويلة لونج بون، لو كانت عظمة مسطحة زي الساندويش بنسميها فلات بون زي عظمة الجمجمة مثلا،
والله لو كانت ولا واحدة من هدول هنحكي عنها irregular bone، يعني عدم عظمة غير منتظمة الشكل. زي شو؟ لوحة الكتف، الفقرات اللي موجودة في العمود الفقري، كل هدول irregular bone. ناخذ مثال على اللونج بون، عظمة الارم اللي بنسميها هيومرس، عظمة الفخذ بنسميها فيمر، فهدول مثال على اللونج بون. الشورت بون، عظام الرسغ، الكاربال بون، عظام السائل الكاحل اللي هو مكان ما الواحد بيقدر يلوي رجله، بنسميها تارسال بون. الفلات بون زي ما احنا حكينا، عظام الراس اللي هي الجمجمة، زي عظام الستيرنم اللي هي عظمة القص الموجودة في نص القفص الصدري هنا، عظام الحوض بلفيك بون، والسكابيولا لوحة الكتف. الإرريجولر زي ما احنا حكينا الفيرتبري اللي هو عظام العمود الفقري. تمام، نبدأ فيهم واحدة واحدة. أهم واحدة من هدول الأربعة اللي هم اللونج بون، وهم اللي راح نشرحها بالتفصيل كثير. اللونج بون، معظم عظام الجسم تعد لونج بون، هاي أول معلومة بدنا نكون عارفينها. لما نيجي نشوف هنلاقي إنه الطول أكثر من العرض، هاي تاني معلومة أخذناها. الشغلة الثالثة، لما نيجي نشوف هنلاقي في عنا في النص فراغ، وبعدين في النهاية بيكون في عنا هيك زي الإسفنجة إنه منقط هيك مثقب، ومن النهاية الثانية نفس الإشي. فصار يحكوا نسمي الطرف العلوي epiphysis، epi معناها علوي يعني فوق، وphysis مكان الالتحام، فبنحكي عنها epiphysis. طيب هون الشافت اللي هو الإشي الطويل البادي تبع العظمة، فبنسميه diaphysis. طيب النهاية الثانية ما هي نفس الأولى، فبنسميها epiphysis كمان. هتحكوا لي ستوب، أنا كيف بدي أميز الإبيفيسز العلوية عن الإبيفيسز السفلية؟ هقول لك أخذته في الترم، أول محاضرة أخذناها كانت الاتجاهات والمصطلحات المرتبطة فيها. فلما أخذنا الهيومرس حكيت شو؟ نهايتها العلوية بنسميها بروكسيمال، ونهايتها السفلية بنسميها ديستال، فهدول كانوا قريب من نقطة الأصل وبعيد عن نقطة الأصل. فهنحكي مثلا لو عضلة الهيومرس الموجودة في الأرم، الإبيفيسز العلوي هنسميه بروكسيمال إبيفيسز، الإبيفيسز السفلي هنسميه ديستال إبيفيسز، وما بينهما هنسميه ديافيسز. تمام، الديافيسز زي ما احنا حكينا هو الشافت، في كافيتي، هذا الميدلري كافيتي مكون يحتوي على البومرو، بيكون غالبا في البداية بيكون ريد بومرو، وبعد ذلك بيصير له ديبوزيشن للدهون فبيتحول لإشي اسمه يلو بومرو، وفهمناها شو يعني هالكلام. الإبيفيسيس هو نهايتي اللونج بون، في عنا ديستال إبيفيسيس وبروكسيمال إبيفيسيس، وما في داعي نشرحهم لأنه شرحناهم قبل شوي، صرنا هيك أساتذة. تمام، لما نيجي هسه هنحكي نربط المعلومات في بعض، عنا عظمة وفي عندنا عظمة الأرم وعنا عظمة الفور أرم اللي هي الساعد، وما بينهم مفصل. طيب نتخيل عظمتين جايات فوق بعض وبدنا احنا نحركهم، فلو نحرك عظمة على عظمة راح نحس في ألم بعلمش فيه إلا ربنا. فسبحان الله، ربنا عشان يمنع هذا الألم، والشغل الثاني عشان ما نسمع صوت، خليني أحط تليفوني صامت، عشان ما نسمع صوت وإحنا قاعدين بنحرك المفاصل، ربنا خلى على نهاية العظمة غضروف بنسميه cartilage. بما أنه الغضروف في مكان التمفصل، إحنا سمينا التمفصل joint أو articulation، فسميناه articular cartilage. بيغطي الإبيفيسز من العظم العلوية تبعت الأرم، وبيغطي الكارتليج تبعت الإبيفيسز من العظم اللي بالفور أرم، عشان لما نحرك المفصل نحركه بكل سلاسة ما نشعر بألم وما نسمعش الصوت. سبحان الله. أوكي، نيجي هسا على مصطلحات المفروض ما تنحطش في مادة التيرمينولوجي، أو ما راحش، العبارة الأصح ما راح نستفيد منها في محاضرات التيرمينولوجي مقارنة باستفادتنا منها في محاضرات الأناتومي اللي هنأخذها الفصل الثاني. الفصل الثاني راح نأخذ اسم مادة اسمها أناتومي، زي هاي العظمة نعرف كل جزء منها زي ما هو مرسوم، هذا هنعرفه بالتفصيل، بس مش مطلوب منا في هذا الفصل، مطلوب منا الفصل الجاي.
أساس مادة الأناتومي مصطلحات، اللي هي مادة التيرمينولوجي تبعتنا. أي عظمة فيها بروزات، كلمة بروز معناها بروسيس، وبما أنه طالع من العظم بنسميه بوني بروسيسز. تمام، هتحكي لي يا أحمد لما يكون البروز كروي زي هذا، هيك كروي وناعم، شو حنسميه؟ ممكن نسميه زي بهاي العظمة مثلا، هاي عظمة الفخذ، هاي حنسميه هيد. فهيد بيكون عبارة عن سموث راوند بروسيس. تمام، الشرط الثاني لازم يكون articulate with another bone، يعني بتمفصل مع عظمة أخرى بمكان بنسميه joint، هذا شو بنسميه؟ head. تمام، ممكن يكون عبارة عن بروز صغير، أو خلينا نحكي بروز كبير ولكن ما وصل لحجم الهيد، أو هو مش head، مش مكان تمفصل، مكان ارتباط مثلا ligament أو عظمة اللي هو muscle. بهاي الحالة بنسميه تروكانتر. لو كان حجمه أصغر من هيك بنسميه تروكيلر. والله لو كان عندنا في أماكن التمفصل تبعت العظمة وهو مش الهيد فهنسميه كوندايل. طب لو كان المنطقة فوق منها وارتباط عضلات هنسميها إيبيكوندايل. فهدول المصطلحات إحنا قاعدين نحكي عن بروزات من العظام، كلهم راوندد، كلهم سموث، بس شو الفرق ما بينهم؟ بصير هو مكان ارتباط عضلة، هو مكان ارتباط ليجامنت اللي هو وتر، هو مكان ارتباط عظمتين في بعض في مكان بنسميه مفصل، وهيك. فأهم إشي بدكم تكونوا عارفين اللي هو شو أنواع البوني بروسيسز، اللي هو ممكن يكون رف يكون خشن، وممكن يكون سموث. لو كان سموث بيكون مرتبط مع جوينت، ولو كان رف اللي هو خشن بيكون مكان ارتباط مع مصل ونضيف عليها ليجامنت. شو الأمثلة عليها؟ الهيد ممكن يكون دايل، إبيكوندايل، تروكانتر، تروكيلر، وتبيرسيتي. كل هدول احنا حكيناهم. نيجي هسه على مصطلحات تانية بهمونا في مادة الأناتومي، حلو نكون عارفين شو معانيهم. لما نيجي نحكي على قطعة من العظام جاية هيك داخل لجوا، ناخذ مثال، نعتبر هذا عظمة، هذا ليش قلبتها، نعتبر هذا عظمة. لما نيجي هاي العظمة مستقيمة، لما نسوي فيه هبوط من الوسط بحيث يكون زي الصحن المفروض، هذا حنسميه فوسة. حيكون هبوط خفيف من النص بالعظمة، بس هذا بنسميه فوسة. شوف المساحة السطحية تبعت العظمة كبير قديش كبيرة، وقديش أنا سويت فيها الخدود يا دوب كان خفيف، هذا بنسميه فوسة. والله لو كان البروز كثير عميق بمساحة سطحية صغيرة بنسميه فشر. ناخذ مثال، هاي ناخذ مقطع عرضي. لو كان والله العظمة جاي هيك، المساحة السطحية تبعت المقطع كتير كبير والهبوط في العظمة قليل بنسميه فوسة. والله لو كانت العظمة مثلا هيك وبعديها أخدود نازل هيك ومكمل العظمة، هذا بنسميه فشر أخدود. والله لو كان في فتحة بالعظمة بحيث انه السطحين المقابلين يكونوا مكشوفات على بعضها زي الخرم يعني بنسميها فورامين. والله لو كانت فتحة من جهة واحدة والجهة الثانية مسكرة مصمتة بنسميه ساينس. فهدول مصطلحات لهم علاقة في الدبريشن. نيجي هسه على العظام، صار يحكوا لك يا عمي شو اللي انتوا قاعدين تحكوا فيه، نقسم انه نقسم العظام لونج بون وشورت بون وفلات بون والريجولار بون، شو هذا حكي؟ صار يقول لك لا، احنا دكاترة والدكاترة لازم يكونوا معقدين. ايش بدكوا؟ طيب نقسم العظام حسب قريبة من محور الجسم بنسميها اكزيال، وبعيدة عن محور الجسم بنسميها ابنديكولر اللي هي الاكسسوارات زي الاطراف العلوية والسفلية. خليني افرجيكم المحاضرة صورة، عشان انا كنت اشرح على محاضرة سابقة السنوات الماضية.
ايوه هذا اللون احمر بالسكيلتون اللي جاي اللي انا باشر عليه في الماوس، هذا بنسميه اجزيه السكيلتون. بينما اللون الاحمر على الهيكل العظمي هذا فهنسميه هذا ابنديكولار سكيلتون. ابنديكولار سكيلتون مكون من شو؟ عظام الطرف العلوي اللي هو upper limb، وعظام الطرف السفلي بنسميهم lower limb. بينما الأجزية السكيلتون مكون من عظام الرأس اللي هو الجمجمة والوجه، مكون من العمود الفقري اللي بيبدأ من الرقبة بينتهي بعظمة العصعوص الموجودة في الحوض، وبيطلع منها الأضلاع عددهم 12، وبالنهاية بيختمها من قدام عظمة القص اللي بنسميها ستيرنوم. هدول هم الأجزية السكيلتون، خليه عشان يمكن نحتاجه أكثر. فصفت عندي التقسيم الثاني للسكيلتون هي اكزيال وابنديكولار سكيلتون. الاكزيال مكون من الراس، مكون من الرقبه، هي الرقبه لا تعد عظام لانها جزء من العمود الفقري، فبنحكي عنها سباين او اللي هو فيرتيبرال كولوم. السباين هو نفسه الفيرتيبرال كولوم. بعد ذلك التشست، وخلينا نكون دقيقين اكثر، هنحكي عن التشست اللي هو مين؟ الريبس والستيرنوم. الترانك، بصراحة الترانك جزء من العمود الفقري لأنه في بطني كامل ما فيش عظام إلا العمود الفقري من وراء، من قدام بالبطن ما فيش العضلات. فالترانك اللي هو الجذع ما فيش فيه إلا عظام اللي موجودة في الصدر اللي هي الأضلاع والاسترنم في النص. فالتقسيم هاي خلينا نحكي نوعا ما مش دقيقة، خلينا نقسمهم بناء على الرأس اللي هو مكون من جمجمة وعظام الوجه، بعد ذلك عمود الفقري بيبدأ من الرقبة وبنزل للصدر والبطن، وآخر إشي نهاية الحوض بعظمة العصعوص، وبعد ذلك نأخذ عظام للتشست اللي هم الريبس والستيرنم، وهم هدول الأكزيال سكيلتون. نبدأ فيهم واحدة واحدة. السكال اللي هي الرأس مكون من شو؟ مكون من جزئين، عظام الجمجمة اللي هو من فوق بنسميها كرينيوم، وعظام الوجه بنسميها فيشيال بون. هتحكي لي شو فرق الجمجمة عن الرأس؟ خليني أفرجيك رسمة أنا كنت عاملها للطلاب بالفيديوهات الماضية. هاي هذا اللون ملون اللي موجود عليه الماوس، هذا بنسميه كرينيوم. بينما العظام الموجودة هنا الملونة في الصورة هاي بنسميها عظام الوجه فيشيال بون. فهنا فيشيال بون وهنا كرينيوم، فمختلفين عن بعض. هاي هو الفيشيال بون، واللي مش ملون لونه هيك بيج هذا هو عبارة عن كرينيوم. شو أهمية الجمجمة؟ عشان تحمي الأعضاء الداخلية زي الدماغ، زي في عنا العين، زي الأذن، زي الأنف والقنوات الدمعية والقنوات الشمية والشغلات زي هاي. وكمان في عضلات في الوجه بنقدر نعبر عنها عن التعابير، انه والله انا مبسوط، انا زعلان، انا بدي احكي، والله بدي اكل وابلع. فالكيوينج عملية المضغ بتساعدها العضلات الموجودة في السكال. زي ما احنا حكينا مكونة من كرينيوم ومكونة من الفيشيال بون. خلينا نيجي على الكرينيال بون شو هم. وين هنا يا احمد؟ هيها هاي الصورة. هم اماكن اللوبس تبعت النيرفس سيستم. لما تتذكروا اخذنا محاضرة النيرفس سيستم، اخذنا انه الدماغ كسيريبرم مكون من لوبس. في عندنا فرونتال لوب، بارايتال لوب، اوكسيبيتال لوب، وتمبرال لوب، نفسهم العظام، لانه تم تسمية المناطق تبعت الدماغ بناء على العظام اللي موجودة فوق منها. فهنشوف، هنحكي انه العظم الجبهية اللي هون لونها اصفر، وين الماوس راح؟ اللي لونها اصفر هون الجبهة، هاي حنسميها فرونتال بون. وهاي لونها ازرق حتكون هون حنسميها بارايتال بون. والموجودة في مؤخرة الراس من هان حنسميها اوكسوبيتال بون، ومن الجوانب حنسميها تيمبورال بون. هدول هم عظام الكرينيوم. بالاضافة بنضيف عليهم اللي هو السفينويدال بون والاثمويدال بون. خلينا افرجيكم اياها. يا رب هذا هو لونه بينك، هذا هو لا مش هو، هاد يكون وراه مش مبينات، ببينوش من جوا. هاي لونها ريد من هنا،
يا دوب مبينه، هذه هي الاثمويدال بون، وراها بيكون سفينويدال بون هنا لونها بينك جاي من جهه. هم هدول عظام الجمجمه. اوكي، ففي عندنا فرونتال بون الجبهه عددها وحده اللي هي الفور هيد، في عندنا البارايتال بون موجوده فوق وعددها تنتين، واحده يمين وواحده يسار، والتمبورال جاي على الجنب جاي على اللاترال سايدز وعددهم تنتين، والاثمويدال بون عددها واحده، والسفينويد واحده، السفينويد معناها باتري فلاي اللي هي الفراشه، والاكسوبيت عددهم واحده جاي في مؤخره الراس. الفيشيال البون تبعت الوجه مكونه من الفك السفلي بنسميه مانديبل، الفك العلوي بنسميه ماكزيلا، جاي الخدود من فوق بنسميها زيجوماتيك، وفي عندنا العظم اللي بتفصل الانف لحجرتين واحده يمين وواحده يسار بنسميها الفومر، جاي ورا الغضاريف. في عندنا سقف الفم وأرضية الأنف بنسميها بالاتاين، وفي عندنا النيزل بون جاي هنا بالضبط هنا، وفي عندنا الكرينيال بون اللي هو تبعت اللي بتمشي عليها القناة الدمعية، كرينيوم اللي هي القناة الدمعية لها علاقة في الدم. خلينا نشوفهم على الصورة، هاي الصورة أوضح. هذا اللون الأصفر هو الفك العلوي، اللون الأزرق الفك السفلي، هنا الخدود الزيجوماتيك لونها أخضر، هنا عظام الأنف نيزل بون، ولو دققنا لجوه دخلنا في عنا هنا هيك عظمة جاي في النص، هاي بنسميها فومر، وحنلاقي في عنا مقطع بالعرض جاي بفصل الأنف من فوق عن الفم من تحت، هاي بنسميها البلاتاين بون، هاي لونها أزرق هنا أحمر قصدي. اللاكريمال بون هي جاية ورا بصراحة هانا جاي لاترال، هي هنا بالضبط، يعني لو بدي اجي ارسمها برسمها ورا الاصفر بالضبط بمكان المؤشر ما بيأشر، هذا هي مكان اللاكريمال بون. مش مطالبين تعرفوا بالضبط وين اماكنهم، بس انا عشان اسهل الحفظ لهيك فرجيتكم العظام وين موجودات. نيجي هسه على الترنك. الترنك مكون من العمود الفقري اللي هو فيرتيبرال كولوم، والفيرتيبرال كولوم زي ما احنا عارفين مكون من قطع حسب المكان اللي هو فيه. خليني افرجيكم المحاضرة بس عشان الملون فقط لا غير. هنا قسمنا العمود الفقري اللي جاي من اسفل الجمجمة لحد العصعوص، مكون من خمس قطع. اول قطعة بنسميها الرقبية، كلمة رقبة بنسميها سيرفايكو، فسيرفايكال فيرتيبري. بعد ذلك الصدر، فبنسمي كلمة صدر معناها ثوراسيك، فبنحكي ثوراسيك فيرتيبري. بعد ذلك القطنية بنسميها لمبر فيرتيبري، وآخر إشي العجزية أو القطنية بنسميها اللي هي الساكرم، ونهايتها في عنا العصعوص بنسميه كوكس. هدول هم العظام تبعون العمود الفقري. خلينا نشوف قديش كل فقرة من هالفقرات عددهم. فهنحكي الرقبة عدد الفقرات فيها 7، ففي عنا سيرفايكال بون رقم 1، سيرفايكال فيرتيبري رقم 2، 3 و4 لحد ما نوصل 7. بدل ما احنا نحكي هالاسم الطويل صار يحكوا لك ليش ما ناخذ اول حرف، يعني كيف، فصار يحكوا حيكون في عنا الماوس وين، حيكون في عنا بالسيرفايكال اول حرف منه سي، فهنحكي سي 1 معناها شو؟ انه هذه الفقرة الرقبية رقم 1، سي 2 الفقرة الرقبية رقم 2. نيجي هسه على الصدر، اول حرف من كلمة ثوراسيك تي، فهنحكي الفقرة الاولى بالصدر حنحكي عنها تي 1 تي 2 تي 3 لحد ما نوصل اخر واحدة تي 12، فعدد الفقرات الموجودة في الصدر 12 فقرة بالعمود الفقري. بعد ذلك بنروح لللمبر عددهم 5، والساكرال عددهم 5، وال كوكيكس عددهم 4. العصعوص بتحكوا لي انتوا عظمه واحده، احكوا لك اه، ولكن في المراحل الجنينيه لما الواحد كان جنين بيبي كان عددهم 4، التحموا مع بعض شكلوا في الادلت بون واحده. نفس الشيء الساكرم كان عباره عن 5 عظمات، ولما انولد الطفل انولد على اساس انها عظمه، او 5 عظمات ملتحمين في بعض على اساس انها عظمه واحده، بس لما نيجي نعد بنعدهم على اساس 7 12 5 5 4.
تمام. هاي زي ما احنا حكينا اللي هو السيرفايكال 7، الثراسيك 12، اللمبر والساكرال 5 وفيوزد، وفهمنا شو يعني فيوزد، والكوكيكس من 3 إلى 5 مختلفة حسب الأشخاص، ناخذ الوسط اللي هو 4. كمان بالترانك في عنا عظمة الستيرنم اللي هي عظمة القص الموجودة في بداية القفص الصدري، تعد اللي هو فلات بون، وفي عنا الريب كيج، الريب كيج اللي هو الأضلاع. ففي عنا كل ضلع بيطلع من العمود الفقري من ورا وبيروح يرتبط في الستيرنم من قدام، كما عظمة في الثوراسيك في عنا 12. فهنتوقع عدد الأضلاع الموجودات عنا كم ضلع؟ 12 ضلع بالضبط. بما انهم 12 كثار فصار يحكوا ليش ما نقسمهم، فشافوا انه في 10 من هدول الأضلاع، هيهن الضلع بيطلع من الفقرة من وراء وبتلف لقدام وبيرتبط في الستيرنم، هاي عظمة الستيرنم، وكل ضلع وهكذا. شافوا انه من 1 لرقم 10 بيرتبطوا في الستيرنم، تمام؟ وشافوا رقم 11 و12 هدول آخر ضلعين لا يرتبطون مع الستيرنم، هيهم نهايته لهان، شوفوا قديش قصير، والتاني نهايته لهان بس مش مبين. لذلك صار يحكوا لك حنسميهم floating ribs اللي هم الفقرات الطايفة اللي هو عايمة ما لهمش ارتباط، فقسموهم لتو ribs و floating ribs. بالحقيقة للأمانة العلمية في تقسيم ثاني اللي هي الأكثر دقة، قسموا الترو إلى نوعين. الترو ريبس قسموا أول 7 منهم ترو وآخر 3 منهم فولس ريبس. ليش؟ خلينا أفرجيكم. لو تشوف الأول مرتبط مباشرة مع الستيرنم عن طريق الغضروف تبعه، والثاني مرتبط مباشرة مع الستيرنم، لحد ما نوصل رقم 7 هتلاقي أنه 8 مرتبط مع غضروف السابع اللي مرتبط مع الستيرنم، التاسع مرتبط مع الثامن، المرتبط مع السابع، المرتبط مع الاستيرنم، وهكذا عبين ما نوصل للعاشر. فصاروا يحكوا أول 7 بنسميهم ترو، آخر 3 اللي هم 8 9 10 هنسميهم فولس، ورقم 11 و12 بنسميهم فلوتينج. في عنا طريقتين في التصنيف والتنتين صح معتمدات، ولكن عشان بس تكونوا عارفينها، مش تروحوا الفصل الجاي على مادة الأناتومي وتحكوا كانوا يعلمونا إشي مختلف، لا هو علم واحد ولكن أسس الترتيب كانت مختلفة. نيجي هسه خلصنا من الجهاز الأكزيال، نيجي هسه على الأبنديكولر. الأبنديكولر مقسم إلى الطرف العلوي والطرف السفلي. الطرف العلوي بيبدأ من الكتف بعدين بروح للأرم الذراع، بعدين الساعد اللي هو بنسميه فور أرم، بعدين الرسغ، بعدين الإيد والأصابع. هدول هم الطرف العلوي. شو يعني شو اسمه الكتف؟ الكتف بنسموه بيكتورال جيردل اللي هو حزام الكتف، وبنسميه والغضروف بنسميه أو المفصل بنسميه شولدر. فالشولدر اسم يطلق على الجوينت، والبيكتورال جيردل يطلق على المنطقة. فمنطقة ارتباط الأكزيال سكيليتون مع الطرف العلوي بنسميها بيكتورال جيردل. من شو مكونة؟ في عنا عظمة جاية من قدام ومرتبطة مع الستيرنم، فبنسميها هذه كلافيكل كولر بون، اللي هي هاي العظمة اللي بيحكوا عنها الجمالية. ومن ورا في عنا اللي هي لوحة الكتف. لوحة الكتف حقيقة مش مرتبطة مع عظام القفص الصدري، ولكن محطوطة عليهم حطب بنسميها سكابولا. فهاي عظمة لوحة الكتف بنسميها سكابولا شولدر بلاند. وفي عنا العظم اللي بترتبط مع الستيرنم بنسميها إكلافيكل. هاي ربطنا الطرف العلوي مع الأكزيال سكيلتون. نيجي هسا على الأبر ليمب. الأبر إكستريميتي مكون من الأرم. الأرم فيه عظمة بنسميها هيومرس اللي هي هاي عظمة الذراع، وبعد ذلك في عنا عظام الساعد، هم عظمتين، واحدة بنسميها ألنا وواحدة اسمها ريديوس. بعد ذلك عظام الرسغ بنسميهم كاربال بون، عددهم 8. وبعد ذلك عظام الإيد اللي هم موجودات من هان لهان، هدول بنسميهم ميتا كاربال بون. وآخر إشي الأصابع
المكون من سلميات، كل سلمية بنسميها فرنجيز. ففي عنا في الإصبع الصغير في عنا 3 فرنجيز، 3 فرنجيز 3 و 3، والإبهام في 2 فرنجيز. هو هذا اللي احنا حكيناه، البيكتورال جيردل، مكان ارتباط الأبر إكستريميتي أبر لمب مع الأكزيال سكيلتون. مكان ارتباطه بيكون من الأمام الستيرنم، هاي كلمة anterior بالA مش بالI، هاي غلط، خلينا نعدلها، anteriorly مع الستيرنم، ومن وراء بالفيرتبرال كولوم اللي هو بالعمود الفقري من خلال عظمة بنسميها الاسكابولا، اللي هو الكلافيكال من قدام المرتبطة مع الستيرنم والكلافيكال المرتبطة مع الفيرتبرال كولوم. واتفقنا انه ما فيش ارتباط من وراء مباشر، ما فيش غضروف، هو بس محطوطة حطط، كيف عظمتين مصفطات فوق بعض وما بينهم عضلة، هي هيك الأبر لمب، هدول شرحناهم. نيجي هسه على الطرف السفلي، ما قلناه في الطرف العلوي ينطبق على الطرف السفلي. ففي عندنا منطقة ارتباط الطرف السفلي مع الأكزيال سكيلتون بنسميها بيلفيك جيردل، حزام الحوض، واسم الجوينت، اسم المفصل هناك بنسميه هيب جوينت، وعظام البلفس مكون من 3 عظمات، خليني افرجيكم اياهن، هذول القفص الصدري، هذه هي الهيومرس تبعت الطرف العلوي، هاي هي الرسغ 8 عظمات، وهاي الميتاكاربال بون، وهذا الفرنجيز، هذا الطرف العلوي كامل، هذا هو الحوض. هذا اللون احمر هو عبارة عن الهيب بون. الهيب بون لما نيجي نشوفه بنلاقيه هيك، هو العظم الوحيد الموجود في جسمي موجودة هيك، كل العظام موجودات هيك أو هيك إلا هاي العظم الموجودة هيك. لهيك بالفصل الثاني لما كنت أشرح للطلاب كانوا كتير يخلوني أعاني لما أجي أشرحها، لهيك أنا بحكيها في مادة التيرمينولوجي عشان لما نروح الأناتومي تكون الأمور واضحة والتخيل موجود. هاي العظمة اللي احنا شفناها قبل شوي مكونة من 3 عظمات مرتحمات في بعض، العظم العلوية بنسميها إيليوم، السفلية لقدام بنسميها بيوبس، والسفلية لورا بنسميها اسكيوم. ليش حكيناهم؟ لأنه مكتوبات. فهو مكان ارتباط اللور لمب في الأكزيال سكيلتون بنسميها بيلفيك جيردل، مرتبط مع الساكرم من وراء، وعظام الهيبون مكون من إيليوم من اسكيوم وبيوبس، وحكيناهم قبل شوي. الطرف السفلي في عنا الفخذ، في عظمة بنسميها فيمر اللي هو الثاي بون، بعد ذلك في عنا الساق، في عظمتين اللي هو التيبيا والفيبيولا، وفي عليهم صابونة بنسميها باتيلا أو النيكاب، بعد ذلك الكاحل بنسميه تارسل بون، بعد ذلك أصابع الرجلين اللي هو ميتا تارسل، والسلميات اللي هو من الفرنجيز. نيجي نشوفهم على الصورة، أتوقع أنا حاططهم كنت، هذول الملونات هم التارسل، لونهم أخضر هنا الميتاتارسل، واللونهم أصفر وأحمر هدول الفرنجيز، الأزرق اللي هو التارسل، الأزرق الأخضر اللي هو الميتاتارسل، وهدول الفرنجيز. تمام، نيجي هسه على إشي إكسسوارات للعظام اللي هو المفاصل. المفاصل زي ما احنا عرفناها إنه مكان ارتباط عظمتين مع بعض بنسميه جوينت، بنسميه اسم ثاني articulation. الarticulation أو الجوينت بنقسمه حسب الحركة اللي ممكن يعملها هذا المفصل. في مفاصل موجودات زي المفاصل الموجودات في الجمجمة بتحركوش، فبنسميه نوع الجوينت fibrous joint. تمام. الشغلة الثانية، في جوينت العظام اللي حواليه بتحركوا بس بكمية قليلة، زي الهيب بون قبل شوي لما شرحناه، خليني أرجع للصورة، هيها هاي عظام الحوض اليمين واليسار، في ما بينهم غضروف، هذا اللي محطوط عليه الماوس غضروف، هذا بنسميه سيمفيزيز بيوبس. هذا سيمفيزيز بيوبس حركة عليه قليلة، متى بنستفيد منها ومتى بتهمنا كثير؟ عند الولادة، عند الستات لما تولد بصير في عنا راس البيبي بده يدخل من هذا الحوض، فبصير تباعد للعظام، فبنلاحظ حركة هذا المفصل. شو نوع هذا المفصل؟ المادة المكونة منه كارتليج، فبنسميه كارتليجينس
جوينت زي ما احنا حكينا السن في الزيبيوبس او الفقرات تبعون العمود الفقري تبع العمود الفقري. كل فقره عن فقره بيناتهم جوينت بنسميه ديسك اللي هو انترفيرتيبرال ديسك. هذا الانترفيرتيبرال ديسك نوعه كارتيليجينس جوينت، واي رسو او اي مفصل اخر احنا بنحركه بيكون اشي اسمه ساينوفيال. زي انا بحرك كتفي، نوعه ساينوفيال. الالبو اللي هو الرسغ هحكي لك بنحركه اذا ساينوفيال. الريست ساينوفيال، اصابعي ساينوفيال. فاي مفصل انا بحركه نوع المفصل بيكون ساينوفيال جوينت. الانترفيرتيبرال ديسك والسيمفيز بيوبس اللي فرجيتكم اياه قبل شوي نوعه كارتيليجينس. اي شيء ما بتحرك نوع الارتباط فايبرس جوينت. نيجي هسه على المصطلحات اللي هي مادتنا، شو مصطلح معنى كل واحد. لما نيجي نحكي كلمه انكلو معناها شيء صلب ستيف، مش قادر يتحرك بالحركه اللي المفروض يتحركها. مثلا احنا بنعرف انه الكتف امتداده لفوق بيقدر يلف لحد 270 درجة. لو مش قادر الشخص يلف بال 270 درجة بهاي الحالة بنحكي عنه stiffness of the joint. كلمة joint نفسه articulo أو بنسميه arthro. فكلمة arthro أو articulo معناها joint، هيها articulo. sac بنسميها bursa. شو يعني؟ أنا في صورة حطيتها هون كانت من أحسن الصور اللي ممكن تنحط بصراحة، يا رب ألاقيها. بس هيها هسه في عنا أوتار اللي هو بيربطه عظمة مع عضلة. مش كل ما العضلة عشان تتحرك لازم ترتبط مع عظمة، فممكن يكون في عنا عضلات جنب بعض فالأوتار تبعتهم بيكونوا جنب بعض. لو التامس وتر مع وتر تاني لمسوا بعض وتحركوا على بعض بيطلع منهم ألم شديد. لهيك ربنا فاصل ما بين كل وترين مع بعض كيس مي، زي هذا بالضبط اللي بالصورة. هذا كيس المي عبارة عن كيس وجواه مي وملح، بنسميه بيورسا اللي هو الساك. عشان يفصل الأوتار عن بعض، يفصل العظام عن العضلات، يفصل أي ستركتشرين جنب بعض عن بعض عشان ما يصيرش بيناتهم ألم واحتكاك. نيجي هسه على الرسغ سميناه كاربو، الرقبة سميناها سيرفايكو، واخدنا انه الفقرة الاولى C1 الفقرة الثانية C2 من اول حرف من كلمة سيرفايكو. في عنا جزء من العمود الفقري اللي هو لامينا بنسميها لامينو. انا كنت حاط صورتها بصراحة لما كنت اشرح السنة الماضية. هيها هاي في اللون، هذا هو العمود، جزء من العمود الفقري، هاي فقرة من الفقرات اللون أخضر هو اللامينا. بس الفك السفلي بنسميه مانديبل، المصطلح الطبي بنسميه مانديبيولو. العظم الموجودة في الساق بالرجل من تحت الصغير بنسميها فيبيولا، اسمها الطبي فيبيولو. الهيومرس هيومرو، الهيومرس هي العظم الموجودة في الذراع. الإيليوم عظمة موجودة في الحوض اللي هو من جزء من الهيبون، إيليو. الفيمر عظمة الفخذ بنسميها فيمرو. ميتاكاربل عظام الموجودات في الإيد فبنسميها ميتاكاربو. البون مارو زي ما احنا حكينا في محاضرة النيرفس لو تتذكروا، حكيت انه كلمة ميلو بتنطلق على شغلتين، اما سباينال كورد واخدناها في محاضرة النيرفس، او البون مارو حناخدها في محاضرة الماسكولوسكيليتال وهي مرت علينا مرة ثانية. شو اللي بفرق لي؟ السياق. بون معناها أوستيو، الرجل فوت معناها بيدو أو بودو، الجمجمة بنسميها كرينيو، الغضروف بنسميه كوندرو، الكلافيكلي اللي هي الكولر بون بنسميها كلافيكولو، الكوكسيجيا العظمة العصفور بما إنه آخرتها إكس بنحول الإكس لجي فبتصير كوكسيجيو، الأوتر بورشن الجزء الخارجي بنسميه القشرة فبنسميه كورتيكو، الريبس اللي هم الأضلاع بنسميه كوستو، يعني كوستو معناها ضلع. الانحناء للخلف بنسميه لوردوسز. كيف عشان وفي عنا الانحناء للأمام اللي هو الهامب اللي هو زي السنام بيطلع عند الشخص بنسميها كيفوسز. خلينا أفرجيكم إياها.
وينها يا أحمد؟ وينها يا أحمد؟ آخر صفرة أنا بدك هايها. هاي هو الانحناء للخلف فبنسميها لوردوسز، الانحناء للأمام ويصير في عنا سنام بنسميها كيفوسز، والعمود الفقري يصير منحني يمين ويسار بنسميها سكوليوسز. هدول لازم نعرفهم ونفرقهم عن بعض. كيف بدنا نحفظهم؟ لوردوسز أولها لورد، فالواحد اللورد كيف بمشي؟ برجع راسه لورا وبنفش حاله، فهيك يعني إنه bending backward. بينما الكيفوسز حرف الكي جاي هيك لقدام، فإنه انحناء للأمام. وسكوليوسز الإس مايل يمين ويسار، حرف الإس بدايته ونهايته، فإنه انحناء right to left. شكرا يا أحمد على تسهيل المحاضرات. اللوين اللي هو أسفل الظهر بنسميها لامبو، فإحنا حكينا الفقرات في عنا cervical thoracic بعدها lumbar، فكلمة lumbar اللي هو لوين. ischium اللي هو الجزء السفلي من عظام الحوض، إحنا عظام الحوض مكون من ثلاث أجزاء، أخذنا الإيليوم هي ischium. الهامب اللي هو الكيفوسز زي ما حكينا. الفك العلوي بنسميه ماكزيلا ماكزيلو. الجزء الداخلي النخاع بنسميه ميدالو، على عكس الجزء الخارجي بنسميه قشرة اللي هو كورتيكو. ميتاتارسل اللي هو عظام الرجل ميتاتارسو، بينما عظام الإيد حكينا ميتاكاربو. مستقيم معناها أورثو. الباتيلا اللي هي صابونة الرجل بنسميها باتيلو. البلفس بلفي، هاي بحرف الآي مش بحرف الأو، هاي غلط كمان، مع السلامة نضلنا نصحح احنا. بلفس من ضمن الشواذ اللي الارتيكولر فيربس بنحطه حرف الاي ما بنحطش حرف الاو، فبنسميها بلفيمتري، ما بنحكيش عنه بلفومتري، ننتبه يعني عشان نقيس قطر الحوض فبنحكي عنه بلفيمتري، فبنحكيش بلفومتري، فيش حرف، فيش بلفي او بلفو، فيش شيء اسمه بلفو، في شيء اسمه بلفي. البيوبس اللي هو جزء من الهيب بون بنسميه بيوبو، وهي ننتبه لها، هاي نحط عليها دائرة ونخليها في بالنا، لأنه لو أنا كنت دكتور كان جبتها إنه حطيتها بحرف الأو، بس هي المفروض بحرف الأي. فرنجيو معناها أصابع، سواء أصابع الرجلين أو الإيدين. الساكرام اللي هو نهاية العمود الفقري اللي هو ساكرو. إماتيور أو إمبريونيك يعني بلاست، يعني خلايا غير ناضجة للعظام، شو بنسميها؟ خلايا عظام، شو يعني عظام؟ أوستيو. وخلايا غير ناضجة بنسميها أوستيوبلاست، ولكن الخلايا الماتشور أو اللي بتكون نسيج العظام بنسميها أوستيو سايت. سايت معناها خلية. بنت معناها سكوليو، لهيك سميناها سكوليوسز لو تتذكروا بالرسمات الثلاث اللي هو لوردوسز وكيفوسز وسكوليوسز، فالانحناء يمين ويسار بنسميه سكوليو. عظمة القص اللي هي جاي من قدام الصدر بنسميها ستيرنو. الأنكلز اللي هي الكاحل بنسميها تارسو. عظمة الساق الكبيرة السخينة بنسميها تيبيو. الفقرة من عمود الفقري بنسميها فيرتيبرو أو سبونديلو، كمان ممكن تزبط سبونديلومايلايتس مثلا، فهي بنحكي احنا عن تآكل بالعظام تبعت العمود الفقري. فالفيرتيبرا إلها معنيين، إما فيرتيبرو أو سبونديلو. معنى تثبيت، لو بدي أثبت فقرتين مع بعض ما يتحركوا، المفصل اللي بينهم بنسميها ديسز، تمام؟ بورس يعني إشي مثقب، فبالطب نحكي عنه بوروسز كسفكس. الراديوس عظم الموجودة في الساعد الموجودة لاترالي بنسميها راديو. ساينوفيال ميمبرين ساينوفيو. وسكابولا لوحة الكتف بنسميها سكابولو. فيرتيبرا هيها مرت علينا، هيها سبونديلو. ساينوفيال ميمبرين ساينوفيو وساينوفو. التشست الصدر ثوراكو. ألنا اللي هي عظم الموجودة في الساعد، في عظمتين بالساعد، واحدة اسمها ريتيس واحدة ألنا، فألنو. نكسر إشي سيرجيكالي اسمها كليجيا. والسبلينينج يعني الستيسيس، من ضمن العمليات اللي بنسويها. نيجي هسه على المصطلحات الطبية ندخلها هيك ونقطع الكلمات. أرثرو معناها جوينت زي ما احنا حكينا. أرثرالجيا كلمة ألجيا معناها ألم زي دينيا، فألم في المفاصل.
ارثروسينتيسز، كلمة سينتيسز يعني إدخال إبرة وسحب عينة من السائل الموجود داخل، بالأرثرو اللي هو المفصل، كليجيا معناها إنه أكسر أو أشيل المفصل اللي ركبناه، فأرثروكليزيا. والله لو المفصل ما بدي أخليه يتحرك فبنسمي عملية التحام مفصل فبنسميها أرثروديسز. والله لو بدي أشوف كيف حركة المفصل بنسمي ريكوردينج للجوينت فأرثروجرام. والله لو في عنا التهاب بالمفاصل بنسميه أرثرايتس. والله لو في بدنا نسوي انسجن وندخل جوا المفصل فبنسمي تومي فبصير أرثروتومي. والله لو بدي أشوف شو جوا المفصل وأشوف الستركتشر والهيكل تبع المفصل وأشوف إذا في مشاكل وأموره تمام ولا لا، فبندخل بإنسترومنت تو فيو اللي هو سكوب، وبما أنه بدنا نشوف فيها المفصل فبنسمي أرثروسكوب الإنسترومنت تو فيو، ولكن البروسيجر تو فيو بنشيل بدل الإي وبنحط بدلها واي. القشرة اللي هو كورتيكو، ولو كنا بنحكي عن جمجمة سكال بنحكي عنها كرينيو، فكورتيكال يعود إلى الأوتر بورشن، انتراكرينيال داخل الدماغ inside the skull، كرينيوتومي عامل ثقوب في الجمجمة incision in the skull. كلمة بيورسل هو الساك اللي بيفصل أي شغلتين عن بعض، كوندرو معناها كارتليج، فبيورسيكتومي اكتومي معناها قطع اللي هو ريموفال كاتينج، اكسيجن للمين للبيورسا، بيورسايتس التهاب الكيس اللي في ميو ملح، كوندريكتومي اللي هو أنا بشيل الكارتليج، كوندروماليجيا اللي هو softening of the cartilage، كوندروما أوما معناها ورم حميدي، وين موجود؟ طالع من خلايا الغضاريف اللي هو كوندرو كارتليج تيومرز، كوندروبلاستي كلمة بلاستي معناها عملية تجميلية فبرجع الإشي زي ما كان قدر الإمكان طبعا، فكوندروبليجيا يعني أنا قاعد بسوي سيرجيكال ريبيرينج لمين؟ للكارتليج، مضلو معناها نخاع اللي هو إنر بورشن، والميلو اللي هو بمحاضرة الإمسس معناه بون مارو اللي هو مايلوما اللي هو تيومرز بالريد بون مارو أو بالبون مارو، أوستيو معناها عظام اللي هو أوستيالجيا، أوستيالجيا معناها ألم في العظام، أوستيوكوندروما أوستيو معناها عظم وكوندرو معناها غضروف وأوما معناها ورم، فورم في العظام والغضاريف، أوستيوكليجيا كلمة كليجيا معناها سيرجيكال بريكينج لمين؟ للعظم، مثلا العظم ارتكب بطريقة غلط فأنا بكسره وبرجع أجبره مرة ثانية بنسمي العملية أوستيوكليجيا وريدكشن وشغلات حنحكيها لقدام إن شاء الله. أوستيومايلايتس، آيتس معناها التهاب، أوستيو عن عظام ومايلو معناها بومرو، فهو التهاب العظام ونخاع العظم من أسوأ الالتهابات اللي ممكن تصير وسببها دائما بكتيريا وبايخة بنعالجه للمريض للست إلى ثمان أسابيع، وممكن نضطر إنه نكحت العظم بطريقة كتير بشعة. أوستيوتومي كلمة تومي يعني انسجن وين؟ في العظم. أوستيوباثي باثي معناها مرض بالعظام. أوستيوتوم instrument to cut bone، أوستيوتوم الأداة اللي بنقطع فيها العظام. أوكي هاي حنأخذها بالسل اللي هو جهاز بنقطع فيه السلايدز لما نسوي اللي هو HND staining فبنسميه، ولكن لو كانت الشريحة اللي بنستخدمها عظام فبدنا نقطع فبناخذ زي المنشار، هذا بنسميه أوستيوتوم. ساينوفيال اللي هو النوع من أنواع الجوينت بنسميه ساينوفيال، والفيرتيبرو معناها الفقرات الموجودة في العمود الفقري. ساينوفيتس التهاب الغشاء اللي بيحيط في الساينوفيال ممبرين أو الساينوفيال جوينت. ساينوفيكتومي اللي هو بنشيل الساينوفيال ممبرين. انتر فيرتيبرال كلمة انتر يعني ما بين، وفيرتيبري معناها فقرة، فإشي ما بين الفقرات زي الديسك اللي هو الغضروف الموجود ما بين الفقرات فبنسمي انتر فيرتيبرال ديسك. نيجي هسا على الفوكابولري، الكولس معناه أي عظم، بروز عظمي، مكان كسر يعني
بعرفش إذا في رسمة، لا، هاي مثلا صار كسر، لما يبدأ الالتحام بصير في عندنا زيادة في الكتلة العظمية على اليمين وعلى اليسار، هاي بنسميها كولس، فهي mass of the bone tissue، مكان الكسر during عملية الالتحام الهيلينج. كاست الجبيرة اللي هو مادة بنمسك فيها العظام المكسورة عشان ما تتحرك من مكانها، اللي هو solid material to immobilize a fracture، ممكن تكون مكونة من finger glass وممكن هو plaster of the Paris. الشيروبراكتر هي عملية تثبيت العمود الفقري، هيك معناها، اللي هو ال practice of treating patient باستخدام طرق manipulations of the vertebra على العمود الفقري ال vertebral column. الإشي اللي بيسوي هاي العملية بنسميه chiropractor. ما شاء الله. crepitation، لما نيجي احنا نسوي فحص سريري على المريض بننيم المريض وبعدين بنصير نحرك في المفصل اللي هو بتوجع منه او في المشكلة. لما نيجي نسمع صوت خرخشة هيك زي انه اشي، كيف لو عندكو اشياء خشنة وتدخل في بعض، هذا الصوت النويزي بنسميه crepitation. احتكاك عظام خشني مع بعض بنسميه crepitation. اكزوستوسيس اللي هو بون سبرو، اللي هو بروزات العظم لما يجي يصير له احتكاك بيطلع منه قطع، هاي القطع اللي بطلت مرتبطة مع العظم الأصلية بنسميها سبرو أو اكزوستوسيس. انحناء للأمام بنسميه كوفوسيس، فهو انكريز في الكيرفتش في الكيرف تبع الثوراسيك سباين بنسميه الهومباك. لوردوسيس abnormal increase للأمام forward of the ايش اللمبر، كلمة لمبر ال ولوردوسيس ال. orthopedic اللي هو تخصص العظام، اللي هو ان شاء الله انا هتخصصه، يعني مثلا انا شو بصير يحكوا لي orthopedist او orthopedic surgeon اللي هو اخصائي العظام والمفاصل، فهو تخصص من الميديسن مختص في علاج وتشخيص ودراسة الاناتومي والفسيولوجي للماسكولوسكيليتال سيستم. orthotic اللي هو سبلنتس او البريس عشان نمنع الديفورميتيز اللي هو التقويم يعني. الفراكتشر انواع الكسور، في كثير مدارس كسر قسمت الكسور، في صار يحكوا لك هل هو فاتح على الهواء ولا مش فاتح، يعني هل السكن الجلد ممزوع ولا لا، هل بقدر اشوف العظمه ولا لا، كل هدول معناهم إما لو ما كنتش شايف بنسميه close fracture فهو no opening بالسكن وبنسميه simple fracture، ولو كنا فاتحين وشايفين العظمة بنسميها open fracture. والله لو كان عندي نوع ثاني في صار يقولك لا يا عمي شو هالمسخرة نقسمهم open و close، خلينا نقسمهم بطريقة أعقد، عدد القطع، والله لو كان قطعتين احنا بنعرف ان العظمة بتكون واحدة، فلما يصير كسر بتصير تنتين فبنسميه simple fracture، لو كان عدد القطع أكثر من تنتين بنسميه comminuted fracture، فهو بيكون في عنا shattering بالبون، بيصير في عنا splinted في البون، يعني البون صارت many pieces مش قطعة واحدة. الcompound fracture هو نفس الopen fracture، اسم ثاني لإله، فالclosed عكسها compound هاي شرحناها، الكومنيوتد عكس السيمبل. نيجي هسه صار يحكوا لك في تقسيمات تانية انه وين صار الكسر، والله لو كان للكسر افقي فبنسميه ترانسفيرس فراكتشر، لو كان مايل اوبليك فراكتشر، لو كان زي شكل الزنبرك هيك حلزوني فبنسميه سبايرال فراكتشر، فهيك صاروا يعني بتهبلوا زيادة فقط. والله لو كان الكسر في نهاية الراديوس في عظمة الساعد قريب من الرسغ بنسميه كولس فراكتشر، فالكولس فراكتشر قريب من الريست بون، هو مش ريست فراكتشر بالحقيقة، هو نهاية الراديوس، كسر في نهاية الراديوس بنسميه كولس فراكتشر. والله لو كان في إنه الواحد لما يكبر في العمر العمود الفقري بيصير الفقرات تضغط على بعض، فطول الفقرة كسماكة بيصغر، فطول الشخص بيقصر،
فهذا الكسر بنسميه compression fracture. وين بيصير؟ فقط بالعمود الفقري في الفيرتيبرال بادي بيصير لهم compression بسبب هشاشة العظام اللي هو بنسميها osteoporosis. والله الأطفال الصغار ما بيصير لهم كسر كامل. لما نيجي نجيب العود الأخضر تبع الشجر ونيجي نكسره ما بيكسر معي على السريع، بيطعج معي، فبيكون في طرف اللي أنا بلشت فيه الكسر بينكسر والطرف الثاني بيضله ملحوم، فهذا بنسميه incomplete fracture، فبنسميه كسر الغصن الأخضر green stick fracture. فالgreen stick fracture هو الكسر اللي بيصير في الأطفال بيكون incomplete، بيكون كسر من جهة والجهة الثانية بتضلها ملحومة. impacted fracture بيصير في عنا يعني كيف أحكيها، إنه القطع تبعت العظام دخلت في بعض، يعني صار في عنا كبس على العظم impacted fracture. oblique زي ما احنا حكينا بيكون في عنا الكسر مش مايل، مش ترانسفيرس، بيكون مايل هيك أوبليك. pathological fracture، كلمة pathological معناه إنه في سبب أو مرض في المري في الجسم أدى إلى الكسر. مثلا في عنا مرض في العظام بنسميه multiple myeloma. مثلا multiple myeloma بيؤدي إلى هشاشة في العظام بيؤدي إلى كسر، فهذا بنسميه pathological fracture، إنه كان في عند الشخص مرض أدى إلى الكسر. السبايرال فراكتشر حكيناه بيكون في عنا الكسر حلزوني. مثلا كيف؟ خصوصا الناس اللي بيلعبوا رياضة هاي بتصير لهم. واحد بيلعب فوتبول وهو بيلعب فوتبول اجا يشوط الكرة فلف مع الكرة انكسرت رجله، لفته مع الكرة حيكون الكسر هيك سبايرال هيك حلزوني الشكل، فبنسميه سبايرال فراكتشر. ستريس فراكتشر بيكون في عنا ضغط على عظمة لفترات طويلة بيضل الواحد يشتغل عليها كثير كثير كثير، تراكمت القوة على هاي العظمة انكسرت. transverse fracture هذا بيكون الكسر أفقي زي هاي الصورة. نيجي هسا على الأمراض المرتبطة في العظام خصوصا السرطانات. في عنا إشي اسمه Ewing sarcoma. sarcoma معناها ورم سرطاني زي كارسينوما في ساركوما، فهو كارسينس تيومر موجود في اللونج بون، الجزء من اللونج بون في الديافيسز اللي هو الشافت، لازم نشيله على السريع ونسوي امبوتيشن للطرف الموجود في العظم عشان ما ينتشر للأماكن الثانية ويصير ميتاستاسيس. اوستيوجينيك ساركوما، كلمة ساركوما اتفقنا عليها انها كانسر. وين موجود؟ في خلايا العظام، فالخلايا اللي بتصنع عظام فاوستيوجينيك. شو الخلايا اللي بتكون العظام؟ اوستيوسايت. أوستيوماليشيا معناها لين العظام، أوستيوماليشيا معناها لين العظام، فهو softening of bone، لو مسكنا العظم بتطعج معي خصوصا في الصغار، بنسميها في الصغار ريكتس. فالريكتس والأوستيوماليشيا مرضين أو مرض واحد لهم مسميين. طب ليش سميناهم هيك؟ حسب الفئة العمرية. والله لو كان المرض الطفل، لو كان الشخص طفل بنسميه ريكتس، بيصير اسمه كساح. وشو معناه؟ softening of the bone due to calcium deficiency and vitamin D deficiency. والله لو كان في عمر كبير فبنحكي عنه osteomalacia. شو تعريفه؟ softening of the bone بسبب calcium deficiency and vitamin D deficiency. فنفس التعريف ولكن بيختلف الفئة العمرية المصابة فيه. لو كان السوفتنينج في الكبار بنسميه أوستيوماليشيا، لو كان في الصغار بنسميه ريكتس. الريكتس بيمتاز انه في عنا انحناء في العظام. ليش؟ عظام الرجلين بيحملوا الجسم، فمع الطفل انه بتحرك وبيمشي كثير فبتلاقي انه رجليه فعلا منحنيات، لما تيجي تضمهم مع بعض الركبة ما بخبطوش في بعض. المفروض ان الواحد لما يضم رجليه على بعض الركبة يخبطوا في بعض، فلكن هو بيصير عنده فراغ ما بينهم. osteoporosis معناها هشاشة العظام مختلفة عن لين العظام. porosis يعني الفراغات أو البون مارو الحيز اللي فيه بيكون أكبر، فبيكون عندنا نقصان في الكثافة العظمية فبنكسر بسرعة فeasily for fracture، بينما osteomalacia بنثني بسرعة. Paget's disease مرض في العظام مش معروف سببه، بيصير في عندنا تآكل في العظام
وبيكون عملية البناء أقل من عملية الهدم، فبنهدم بسرعة، نسميه الباجيس ديزيز. أنكيلوسينج سبونديلايتس، كلمة أنكيلو معناها ستيفنس، سبونديلو معناها الفيرتيبرال كولوم، وآيتس التهاب، فهو التهاب في الغضاريف تبعت العمود الفقري بتأدي إلى تماسكها مع بعض. خليني أفرجيكم، أتوقع أنا كنت حاطط له صورة هون. هذه هي الأوستيوبوروسيس، هيها هاي أنكيلوسينج سبونديلايتس. بيكون في عنا العمود الفقري ما بينهم غضروف، بصير التهاب، هذا الالتهاب بيؤدي إلى بني عظم، فبيختفي الغضروف، فبصير بامبو أبيرنس، زي شجرة البامبو، إنه مش قادر ينحني لا للأمام ولا للخلف. في عنا هيرنييتد ساك أو بنسميها رابتشر ديسك. شو الفكرة منه؟ الفقرة الموجودة بين العمود الفقري بتغير مكانها، بتضغط على الحبل الشوكي، فهاي بنسميها رابتشر ديسك او هيرنييتد ديسك. فبصير في عنا بروتروجن للانترفيرتيبرال ديسك من مكانه، بحيث انه يصير ضاغط على الحبل الشوكي. سكوليوسيس هاي اخذناها، لما يكون في عنا لاترال كيرف للسباين، بيكون رايح يمين ويسار، اخذناها مع الكيفوسيس واللوردوسيس. سباينا بيفيدا اخذناها مع النيرفس، حكينا انه لما يكون نهاية العمود الفقري العظم الجزء الاخير مش موجود، فبصير في عندنا سباينا بيفيدا، وبكون السباينال كورد اما طالع او موجود داخل بمكانه. سباينال ستينوسيس، كلمة ستينوسيس معناها تضيق، فبكون في عندنا القناة اللي موجودة داخل العمود الفقري بيمشي فيها الحبل الشوكي ضيقة، فبنسميها سباينال ستينوسيس. سبوندولو ليستيسيس، اللي هو بصير في عنا العمود الفقري، احنا لما نشوفه بنلاقيه كله ورا بعضه، ما فيش فقرات، في نتوءات. لما يصير في عنا، خلينا افرجيكم اياها، يا رب يكون في صورة زي الناس، انا بحب افهم بصراحة عشان تكون الموضوع فهم مش حفظ. هاي العمود الفقري لما نشوفه بنلاقي في سموث، لما نحط اصبعنا ما بنلاقي نتوء او اخدود، بنلاقيهم كله ورا بعض جاي. لما نشوف نهاية اللمبر وبداية الساكرال، انه هاي العظمة راجعة لورا وهاي بمكانها، هنلاقي في عنا زي الخطوة هيك، زي كأنه في عنا اول ما ننزل اصبعنا هيك، نحط اصبعنا هنلاقيه وقف، بعدين بدنا نطلع لبرا وبعدها ننزل. هاي الستيب الموجودة ما بنهاية اللمبر فيرتبري وبداية الساكرال بنسميها سبونديلو ليستيسيس، فهو فورورد سبليتنج لللمبر فيرتبري على الفقرات اللي تحت منها اللي هو الساكرال. ديسلوكيشن، هدول أمراض مرتبطة في المفاصل، لما ينخلع المفصل من مكانه فبنسميه ديسلوكيشن، يكون كومبليت ديسبليسمنت للجوينت من مكانه، فبيكون جايك الشخص حامل كتفه معاه مثلا لو كانت في الكتف. في عندنا مصطلح اللي هو incomplete dislocation او displacement بنسميه subluxation، فالsubluxation معناه incomplete dislocation، فبيكون اوكي المفصل مش موجود مكانه، ولكن انه الشخص عادي مش لازم يمسك الكتف تبعه عشان ما يوقعش، بينما بالdislocation لا، بيمسكه معاه، بيقول لك لو فلتته راح توقع ايدي، هيك. Osteoarthritis، itis معناها التهاب، osteo عظام وarthro معناها مفصل، فالتهاب العظام والمفاصل. شو الفكرة منه؟ بيكون خصوصا هذا في الركبة، نتيجة التقدم في العمر ونتيجة الحركة الكثيرة على المفصل بنهري. فإحنا بنعرف إنه أماكن ارتباط المفاصل في عنا غضاريف، هاي الغضاريف بتتآكل، فبتقرب العظام على بعض. لما يتقرب العظام على بعض شو بيصير؟ تآكل في العظام، تاكل العظام بيصير في عندنا ديجنريشن للبون، فهاي العمليه بنسميها osteoarthritis، فصار عندنا تاكل في الغضاريف بالبدايه، بعد ذلك تاكل في العظام. rheumatoid arthritis، هذا عباره عن مرض مناعي بيؤدي الى تضخم بالمفصل، بيؤدي الى عدم القدره على تحريك المفصل والم شديد. subluxation حكيناها،
SLE اللي هو systemic lupus erythematosus اللي هو بنسميه في العربي الذئب الحمراء. الذئب الحمراء شو الفكرة منه؟ هذا بيكون جهاز المناعة شرط بحيث صار يهاجم نفسه. شو صار يهاجم؟ صار يهاجم النسيج الضام الموجود في الجسم. من ضمن النسيج الضام اللي هم المفاصل، من ضمنهم العضلات العظام والشغلات هاي اللي أخذناها بالسل. فلما يصير يهاجم نفسه بيطلع المظاهر تبعت كل واحد. مثلا لما يصير فينا ألم في أو مهاجم للغضاريف الموجودة في المفاصل، فراح تعطي بيكتشر أو صورة مرضية بتشبه الروماتويد أرثرايتس. لو راح ضرب الجلد فراح مثلا في الوجه راح يطلع طفح جلدي لونه أحمر زي صورة الباتري فلاي، زي الفراشة. وهيك دياجنوستيك ايميجينج، اهم شغل الاكس راي. احنا بالام اس اس يعني احنا بهمنا روح سوي صوره اشعه، صوره الاشعه السينيه اللي هي اكس راي. فبنسمي اورثوغرافي، كلمه جرافي معناها رؤيه. كيف انا بشوف المفصل بالاكس راي؟ بحقنه في صبغه وبشوف النمط الهيكلي الداخلي للمفصل. فبجيب ابره فيها صبغه ملونه بحطها جوا المفصل وبحقنها وبشوف، فهي بنسميها أورثوغرافي. بون سكان هاي عبارة عن أشعة نووية بنستخدم فيها مواد مشعة بحيث نشوف العظام وين بده يروح. الديكسا سكان بنقيس فيها الكثافة العظمية، مثلا لو كنا خايفين إنه المريض يدخل في أوستيوبوروسيس هشاشة عظام، فبقول له روح سوي لي صورة ديكسا. هاي مثلا بتصير indication أي واحد وخصوصا الستات بتزيد عن عمر 40 سنة لازم تسوي صورة ديكسا سكان كل 5 سنين على الأقل. فديكسا سكان من ضمن الشغلات اللي بنقيس فيها الدنسيتي تبعت البون. مايلوغرافي أنا قاعد بدي أشوف العمود الفقري أو الحبل الشوكي، فبحقن صبغة داخل العمود الفقري بالقناة تبعتها بحيث أشوف هل في عنا نتوء في الانترفيرتبرال ديسك ولا لا. راديوغرافي اللي هي الاكس راي العادية اللي احنا بنشوفها. الارثروسكوب، كلمة سكوب بالواي معناها طريقة بروسيجر اني أشوف فيها، أشوف فيها مين؟ الارثرو اللي هو الجوينت. امبيوتيشن اللي هو البتر، ريموفال لللمبس. ارثروسكوبك سيرجري اللي هو عملية جراحية باستخدام المنظار. بوني جرافت اللي هي رقعة من العظام، احنا بنعرف الجلد لما ينحرق بنجيب له رقعة وبنسكر الجلد بطبقة من الجلد اخرى من مكان تاني، ولكن لو بدي استبدل عظمة واحطها في مكان تاني بنسميها بوني جرافت. لامينيكتومي اللي هو قطع في جزء من العمود الفقري، احنا بنعرف فقرات العمود الفقري في اخريتهم فرجيتكم الصورة قبل شوي اللامينة، فبشيلها بنسمي إشي اسمه لامينيكتومي، خصوصا لما يكون في عندنا كومبريشن على الأعصاب العمود الفقري أو الحبل الشوكي. بيريكوتينيوس ديسكيكتومي، ديسك معناها الانترفيرتبرال ديسك اللي هو الغضروف ما بين الفقرات، وإكتومي يعني إزالة، وبريكوتينيوس كلمة كوتينيوس معناها جلد، وبيري معناها من خلال. فأنا قاعد بشيل الديسك من خلال أدخل أنبوب من الجلد، فبدخل أنبوب من وراء الظهر بيكون المريض نايم على بطنه، وبدخل أنبوب من الظهر من وراء عن طريق الجلد وبدخله بحيث أني أشيل الانترفيرتبرال ديسك. سباينال فيوجن اللي هو لما يلتحم عظام العمود الفقري مع بعض أو لما إحنا نلحمهم مع بعض. توتال هيب أرثروبلاستي، كلمة بلاستي معناها عملية تجميلية بحيث إنه أرجع الإشي زي ما كان زمان. والله لو كان عندي الهيب جوينت مش نافع، يعني مفصل الفخذ مش نافع بايظ، بهاي الحالة بدي أحط مفصل صناعي. هاي العملية بنسميها توتال هيب أرثروبلاستي، فهو إمبلانتينج أبروستاتيك هيب جوينت، ولو كانت على الركبة بنسميها توتال ني أرثروبلاستي. الفيكسيشن معناها تثبيت، أي كسر
عظام لازم أثبتهم على العظمتين المكسورات على بعض عشان يصير عملية الالتحام. ممكن أسوي التثبيت خارجي زي أحط جبيرة بنسميه external fixation، وممكن يكون داخلي أحط براغي وأحط مسامير والشغلات اللي إحنا بنعرفها فبنسميه internal fixation. عملية الريدكشن اللي هو تصحيح الكسر، إنه نخلي الكسر يعني مثلا إحنا بنعرف إنه العظام لها اتجاه معين، لما يصير كسر إحنا بنفقد هذا الاتجاه، فعشان أرجع بسوي العملية بنسميها ريدكشن، فري ألاينمنت للبوني فراجمنت أوف فراكتشر. ممكن يكون الريدكشن كلوزد اللي هو بدون عملية، وممكن أتدخل بعملية بنسميها أوبن ريدكشن. كلمة تراكشن خصوصا بتصير في عظمة الكلافيكل، لما يصير كسر في الكلافيكل القطعتين واحدة بتدخل على واحدة وبيصيروا داخلات في بعض هيك، فأنا بسحبهم عن بعض بنسميها عملية تراكشن، وبعدين بثبتهم مع بعض بعملية بنسميها فيكسيشن، فتراكشن فيكسيشن سيرجري بنسميها، فبنسحب القطع عن بعض. ممكن من ضمن الأدوية اللي بنستخدمها في هذا الجهاز اللي هو بون ري ابزوربشن انهيبيشن. كلمة انهيبيشن يعني تثبيط، وري ابزوربشن استهلاك العظام، فالخلايا اللي بتستهلك العظم وبتحلله بنسمي لها تثبيط، بحيث انه نحافظ على الكتلة العظمية زي ما هي. متى بنستفيد منها؟ في مرضى هشاشة العظام والباجيس ديزيز. باجيس ديزيز لما شرحناه شو حكيت؟ كمية استهلاك العظم بتكون أكثر من كمية بناء. بهذا الدواء أنا شو بسوي؟ بقلل من عملية الاستهلاك فبحسن أو بأخر تدهور الحالة. نفس الشيء الأوستيوبوروسيس اسمها هشاشة عظام، فأنا بقلل من زيادة في الهشاشة. ممكن أعطي فيتامين دي، وممكن أعطي كالسيوم سبليمنت، خصوصا في المرضى اللي عندهم اوستيوميليشيا اوستيوبوروسيس وريكتس. كورتيكوستيرويد اللي هو الكورتيزون اللي احنا بنعرفه يعد مضاد او مثبط للالتهابات، نفس النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج اللي هو انسيدز، نفس فكره الكورتيكوستيرويد يعد انتي انفلاماتوري وبشيل الالم وبنفس الوقت بقلل الحراره لو كان عند الشخص حراره. هيك احنا خلصنا من الجزء الاول من المحاضره، اتوقع انه كافي انه نوقف الفيديو عليه، والمحاضرة الثانية ان شاء الله راح نشرح فيها الماسكولر وتكون امورنا زي العسل. بالموفقية وفي امان الله.